تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن الصيف من تفكيك شبكة وطنية تحترف ترويج المخدرات. الشبكة تتشكل من 3 أفراد من بينهم امرأة تم توقيفهم في حال التلبس وبحيازتهم 10 كيلوغرام من المخدرات، وذلك على متن مركبة سياحية مهيئة لهذا الغرض. ملف جزائي عُيد ضد أفراد هذه الشبكة التي تم تقديم أطرافها أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الصيف.